عيش الإخوان هانيين. مرحبا بكم في النوفي الفيديو. أتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين أليس وكلكم بخير وهانيين. المهم اليوم الخد عندنا واحد نديرو واحد الفيديو ديال تيست رايد لواحد الموتور اللي غني عن التعريف واللي كلشي تيعرفو اللي هو ستانت يا ما ستانت. المهم الاخوان هذا الموتور اللي عزيز على كلشي واللي اغلبية الدراري والدريات تيبداو بهذا الموتور. سير الله كما قلنا الخوت هذا واحد الموتور اللي بدات البروجيكسيون ديالو في 2010 هذا الموديل ستاند بحال هذا اللي فيه جوج البولات القدام وكاين الموديل القديم اللي كان قبل منه اللي فيه بوره وحده القدام. الموديل لاسيان غادي يجي تيشي تيسترايد ديالو ان شاء الله حتى هو نكومباريو مع هذا. سير الله حتى السيرة الصح توقف على لاصق شي حاجة كاع مكاين. المهم الخوت كما قلنا اليوم تيست رايد ديال ستاند واللي في التيبار صراحة عجبتني في التيبار التيبار الخيالي ما عرفتش واش هادي حيت مبريباريها ولا كاع ستاند كيما هاكو ان شاء الله. المهم ميجيش فيديو شي وحدة ستوندار. المهم هادي الدراري بريباري فيها اللي قالي وباقي جديدة الله مبريباريها وفيها الكيت اليوفانس. دابا نوقفو ان شاء الله ونجلا شي سينيماتيك ونشوفو هادشي كيما قلنا الاخوان. ما عرفتش مال هاد الكاميرا وفاش تزيه. المهم كما قلنا الخوت فيها اليوفانس وفيها لي قالي داكشي باش تعطيها التيبار هذا فيها التيبار حايل الاخوان. وهذا هو البلان غادي نكومباريوها ان شاء الله مع مطرش اخرين سيكون غادي يجيو بحال لايروكس بحال الفيديو القديم اللي كان عندنا ديال تي تي سيكون. كما قلت لكم تي تي سيكون في نظري انا هي احسن موتور تقدر تبدا به الا كنتي بغيتي دوز للرودستر ولا سبورتيف ولا المهم موتور فيتاس. كنتي من عشاق الكروه والفيتاس اوتوماتيك ننصحك بالستانت. ستانت اللهم بارك ناضيه هي ولا ايروكس. وكاينه النيوز تاعي مليحه كما قلنا الاخوان هذا موتور اللهم بارك لي ناضي اللي عطيته بغيتي طوال. المهم جا بنادم الا بغى يتحرك في المدينه خف نزرب. شوف البولات لي صغار الشاعلة كاع مرويت ليها نرجعو ندير ليسونس ان شاء الله. كما قلت لكم الخوت الموتور اللي في السرعة تا هو تيعطي هاد الكونتور ما خدامش يبقى مفيكسي في الزيرو. ليسونسيال توب سبيد ديالها ما بين 90 و 95 في هاد لامارج هادي. هادي كاخويا كيما قلنا الاخوان كما قلنا هذيك هذا هو اش يقولوا لي هذا هو الموتور اللي عندنا اليوم. وصراحة انا تعجبني دوزت انا استنت واحد لقيتها ما عرفتش صراحة اش مشني هذيك البيريود مي دوزتها وعجبتني صراحة الله شحال من حاجة في موتور سامبل يقدر يسوقو اي واحد تقدر و سامبل في السوقان ديالو وفيه سرعة اللي سوفيزون في وسط المدينة فهمتي ما غاديش تلقى معنا زعما المشكل في السرعة ولا شي بلان. والبري ديالها مليح
قاعد ديك الساعة كانت مقازا قاعد شتها بجوج جوج قلش لعيبة. وصراحة الرابور كاليتي بخي ناقص شوية، الكاليتي ديالها مع البري ناقصة شوية، تجيني شوية ماشي كيما تنقولو اش بايكر خا قطة. كاينين اش بايكر كيما قلنا الخوت، انا على الكيك اوف توحشنا الكره صراحه الله، شحال هادي ما لعبنا كره. كيك اوف يبغي يجي يقصر الكره في الحومه، مرحبا بكم في الكيك اوف. كيما قلنا الخوت هذا موتور اللي مليح لاي كاتيجوري تاع العمر، يقدر بنادم باقي صغير يسوقو، يقدر بنادم عاوتاني اللي كبير حتى هو تتلقى هذوك لي ستانت لي ستانتور. دوك منين جاتني هاد السميه ستانت جوك خوا، هي من لي ستانتور اللي تيجي داكشي ديال الكابراج وداكشي. وكاين كاين شحال من ستيل وشحال من مسابقات تنظموا على قبل هاد اللعيبات تاع ستانت 50 بيكاج والكابراج واللعيبات. المهم دابا نخلي لكم شي سكرين للدراري اللي ما تعرفوش ستيل تاع ستانت، هو راه سبور رياضة. هذا ما كان الإخوان، أو توب سبيد كما قلنا راه غادي يبان لكم السرعة وكيف سميتو اني الكونتور ما عرفتش صراحة علاش واقف فيه الناعورة تضان، والفريناج هائل. هاي النيوز الخوت، تبا يجي شي فيديو ان شاء الله ندويو على حتى هي معشوقة الفتيات هي هاد النيوز. هذا هو بلان الخوت، وتسناونا ان شاء الله دابا نوقفو نديرو شي سينيماتيك. هذا هو السينيماتيك ديالنا الاخوان، والنقطة اللي كنت غادي ننسى معليش ندوي عليها هو ان هذا الموتور لبيع الخوت، اللي بغى يشريه ولا شي لعبة ولا عجبو الموتور خلي ليا شي ميساج في انستغرام، ولا نخلي لكم النمرة ديال الدري اللي بغى يبيع الموتور نخليها لكم في الفيديو هنا، انتما تلقاوها هنا في القلب. الموتور اللهم بارك باقي نقي، زعما ما فيهش شي عيب ولا شي لعبة، اللهم بارك الموتور باقي نقي. ندير اللعبات كما قلنا هي واقيلا شي سنت ولا شي داكشي داكشي باش يبقى في الزيرو. المهم هادي تجاد الموتور باقي جديد، انتم اخوان اللهم بارك. الكيت ليوفانس ليوفانس تي تي هاهي ليوفانس اخي فوكس هاهي، هذا هو البلان الخوت الكيت اللهم بارك من فاس لي قالي الموتور اللهم بارك باقي جديد. يا ساتر الخوت الزوزي يا خويا، سير الله انتي تاكلي وتشربي وانا حرارة تاني. المهم الخوت هنا اجي نحشى هذا الفيديو، اجي يكون سهل الفيديو ديالنا تيسترايد ديال هذا الموتور. المهم كما قلت لكم الخوت هذا الموتور على البيع، اللي مهتم واللي بغى يشري هذا الموتور مرحبا به، يتواصل معايا في الانستغرام اللي خصو شي معلومات، ولا راه نخلي لكم النمره ديال التريم ولا الموتور في فيديو هنا في القند. هادشي اللي كاين وبيس الخوت، تسناونا في شي فيديو جديد. او الدراري تيقول لك غبرتي وقيتات له الفيديوهات لا والو، والخوت ما عارفين مراكش دابا فيها الحمله والمطر ما بقاوش يخرجوا. هذا هذاك الشيء علاش باش هنا حياه مو يصدقوا تينو لينا هذيك الخبره موتور ريكل داكشي اللي يجري ليه هما داير ليه انا مطابي دوك النوامر وداكشي مقلب وريقل
مجيواني من الطاليان، ماتريكول تاعو كان في الطاليان، مقلب على ماتريكولاسيون في الترقيم السابق داك الماتريكولاسيون. المهم هذاكش لا يجي لي الخبير درتو لي انا مني، ولكن هذيك 3 شهور اللي بغيت تحنس الريال موطور في الفوريان بناع قسم منا الخوت، هذا هو البلان. وطلعوا لنا فروسكم وبيس الخوت.